بين القصة الحقيقية والتمثيلية الدرامية، نسأل ايه اللي في قصة سفاح الجيزة حقيقي يعني وحصل على أرض الواقع، وايه اللي الدراما زودته؟ قذافي فراج عبد العاطي المعروف باسم سفاح الجيزة، طبعا ما أدراك ما هو سفاح الجيزة، طبعا دي القضية الأبشع في مصر في السنوات الأخيرة واللي حصلت جرائمها من 2015 ل 2017، الجرائم اللي تم اكتشافها بالصدفة ونتيجة غلطة في 2020، حصل بعدها ضجة كبيرة جدا لسه مستمرة لحد دلوقتي، خصوصا ان القاتل لسه على قيد الحياة مستني حكم النقض في احكام الاعدام الصادرة ضده. طبعا عنده 4 احكام بالاعدام عن 4 جرائم قتل، عنده حكم بالمؤبد في جريمة نصب، كارثة يعني. الحقيقة انه يعني قصة سفاح الجيزة كلها عنف واحزان ومآسي، 4 اسر كل واحدة فيهم فيها قتيل، 4 اسر قعدوا سنين يدوروا على الضحية اللي هي بتنتمي للأسرة دي، والضحية دي مدفونة جنبهم. ده طبعا غير ضحايا النصب، يعني في يعني جرائم كتيرة عملها السفاح من قتل ونصب وغيره وغيره. النهاردة هنحاول ان احنا نتكلم عن هذا الموضوع من زوايا مختلفة، ومعايا الأستاذ محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل سفاح الجيزة. مساء الخير، أهلا بحضرتك بحضرتك، معنا مساء في مصر الخير. جديدة، والدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أهلا بحضرتك أهلا منورنا. بستاتك، دايما منورة. وحضرتك عامل ترند يعني الحمد لله المسلسل، الحمد يعني لله. محقق نجاحات كبيرة، خلى قضية مهمة زي قضية سفاح الجيزة ترجع تاني تطفو على السطح. والسؤال هو يعني ليه عملت المسلسل؟ ليه قررت انك انت تعيد للأذهان وتعيد للمشهد في المجتمع المصري قصة سفاح الجيزة؟ هو قضية سفاح الجيزة أنا متابعها من اللحظة الأولى، من وقت نشر أول خبر عن القبض عليه، وبعدين شفت الفيديوهات وهو في الشقة بتاعت بولاق الدكرور لما كان بيمثل الجريمة، وإزاي كان حافر الشقة بتاعته تحت الأرض، وكان في ناس عايشين فوق الجثث، اللي هو دفن الجثث في الشقة وأجرها، فكان في ناس عايشين فوق الجثث لفترات طويلة. فالقصة بالنسبة لي كانت مثيرة جدا، وبدأت أتابع كل الأخبار وكل التطورات اللي بتتنشر عنها، لحد ما جه قرار صناعة المسلسل، فبدأت بقى إن أنا أتفرغ لمذاكرة الشخصية دي. مذاكرة تامة بقى من الناحية النفسية ومن الناحية الجنائية. كان معايا دكاترة نفسيين ومحامين وصحفيين، وشفت تحقيقات المباحث وتحريات المباحث وتحقيقات النيابة. اطلعت على الموضوع بشكل كامل، وبعدين قررت ان انا ابدأ في كتابة المسلسل. وكتبت المسلسل، وازاي تم اختيار احمد فهمي؟ هو احمد فهمي موجود في المشروع من اللحظة الأولى. هو اللي مختار المشروع. احمد فهمي في المشروع من اللحظه الاولى، وده بصراحه بالنسبه لي كان غريب شويه، لان انا عارف احمد من فتره، وعارف ان هو يعني احمد كوميديان ومشهور ككوميديان، ففكره ان هو يفكر في تغيير جلده بالشكل ده، كان الكلام ده قبل فيلم العارف، لان هو عمل دور درامي في فيلم العارف، احنا كنا بادئين قبل ده. فاحمد غير جلده تماما، وقدر ان هو يقنع الجمهور ان هو ممثل قوي، مش ان هو مجرد كوميديان او بيلعب في منطقه الضحك بس. دكتور وليد، هو يعني اصلا احنا ليه بنقول سفاح؟ ليه ما بنقولش القاتل؟ لان الاثنين مختلفين. ازاي؟ القاتل تركيبته النفسيه والبيرسونال او نمط الشخصيه بتاعته وتنشئته الاجتماعيه والعوامل الوراثيه مختلفه تماما عن السفاح. السفاح دوافع القتل عنده مختلفه. السفاح ده احنا لقب بنطلقه على اي واحد بيقتل 3 فيما فوق، يعني عمل جريمة قتل مع 3 أو 4 أو 5 تصاعديا، يعني قاتل متسلسل. السفاح هو قاتل متسلسل، صح كده؟ أيوة. وما بيقتلش بدافع الدفاع عن المال أو العرض أو الشرف، أو حتى ما بيبقاش شخصية اندفاعية. في ناس دايما بتقتل لأن نمط الشخصية بتاعه انفجاري، انفجاري يعني يأتي برد فعل لا يتماشى مع الحدث، يعني دخل مع المدام بتاعته اختلف على حاجة بسيطة جدا ممكن يزقها يموتها يقتلها وهو خلاص كان مندفع. انما السفاح بيبقى قاعد فعل منظم مخطط، عارف بيعمل ايه كويس قوي، بيقتل بدم بارد، وبعد حتى ما بيقتل ما بيبقاش عنده جلد او تأنيب ضمير او شعور بالذنب او جلد الذات، عادي جدا ممكن يقتل وينزل يقعد على القهوه ويشرب واحد شاي ويولع السيجاره وما عندوش ادنى مشكله. ده مش كده وبس، ده القاتل العادي دايما يبقى عنده سلوكيات في جريمه ما بعد القتل
مختلف عن السفاح، بمعنى يعني يحوم حوالين الجريمه مثلا، يسال عنها، يبتدي يتتبع الضحيه، ولو عنده اولاد يروح يسال عليهم عشان عنده شعور بالذنب. اما السفاح عارف بيعمل ايه، بيقفل الصفحه ونقطه من اول السطر. دي تركيبه نفسيه مختلفه على فكره، دي تركيبه عقليه مختلفه. بمعنى يعني ايه تركيبه عقليه مختلفه؟ يعني لو عملنا تشريح فيسيولوجي للمخ وعملنا له اشعه اكس راي على الفص الامامي، اي حد فينا في الفص الامامي او الفص المركزي بيبقى فيه جزء مسؤول عن الشر، اللي هو الجزء ده لو احنا التنشئه الاجتماعيه بتاعتنا والفطره سليمه الضمير بيبقى عالي، بنعرف نسيطر عليها. السفاح لو عملت له اشعه اكس راي على الفص الامامي على الحته المسؤوله عن الشر هتلاقي لونها داكن في الاشعه، بتدي لون مختلف غامق عن الانسان الطبيعي، فتركيبته حتى الفسيولوجيه مختلفه، المصورات العصبيه المتعلقه بالشر عنده مختلفه، تكوين الضمير عنده مختلف، ما عندوش صوت ربنا جواه يقول له افعل ولا تفعل، ان هو في الغالب بيكون شخصيه سيكوباتيه. شخصيه سيكوباتيه يعني اصلا يعني ايه شخصيه سيكوباتيه؟ يعني عنده سلوك مضاد للمجتمع، مجرم اجتماعي، تلاقيه عازب الحديث، كلامه معسول، بيرفع شعارات براقه، منصبه ممكن يكون عالي، واجهه اجتماعيه كويسه، بيلبس كويس، عنده حضور اجتماعي تصدقيه، ولكن هو كذاب وغشاش وملاوع وبيتلون زي الحربايه ويقول ما لا يفعل، وتلاقيه دائما وابدا هاتك للاعراض، دهس للقيم، ما عندوش معايير لاي حاجه، يستحل اي حاجه وكل حاجه، ويتلاعب بكل الناس بمشاعرهم بعواطفهم بجسمهم بمالهم، ويخش البيوت وهو يؤتمن ويبقى اول واحد هاتك للبيوت وهاتك لاعراضها ومدنس لمقدساتها. ولذلك حتى تلاقي شخصيه السفاح بتاعنا كان نصاب، ما كانش حرامي، يعني ما سرقش حد، انما نصاب. الفرق بين الحرامي والنصاب، الحرامي بيحط ايده في جيبك، اما النصاب يكلمك كلام حلو جدا، انت اللي بتطلعي بايديك اللي في جيبك وبتديهم له. فكان نصاب ليه نصاب؟ انه بتاع تلات ورقات، يعرف يشتغل اللي قدامه ويضحك عليه، يعرف يتلاعب بيه بعواطفه ومشاعره وباحاسيسه، ويلعب على دوافعه في الطمع في المال في الحب، بيشوف ايه اللي ناقصه وبيعرف يدخله نفسيا ازاي عشان يحطمه ويمتصه وياخد كل المكتسبات منه. فهو شخصيه سيكوباتيه، طبعا شخصيه سيكوباتيه، ولذلك بيقتل بدم بارد، بيقتل وهو منعدم الضمير، بيقتل وهو مستمتع بده. على فكره السفاح بيستمتع بالقتل، عكس اللي هو القاتل اللي ممكن يندم ويفزع ويخاف، ومع اول ضرب الدم ممكن تجي له حاله من الهستيريا. اما السفاح بتبقى عنده هوايه، ولذلك دايما ينتقي نوع معين يقتله، اطفال نساء، باستثناء مثلا حاله، يعني لو قتل اربعه هتلاقي فيهم ثلاثه سيدات وواحد راجل على سبيل المثال، عنده هوايه لانه بيقتل بدافع استعراض القوه، يعني دايما لما بيقضي من الضحيه وترا ويجي يختلف معاها او هينكشف امره، اول الحلول اللي عنده بتبقى القتل، ما عندوش مرونه ذهنيه، ما عندوش حلول بديله، ما عندوش فن التفاوض، ما عندوش جسر حوار ممكن يتفتح، ما عندوش مواقف مستجده ممكن يعملها، انما اول ما بيفكر بيفكر في القتل. هو ده السفاح اللي هو بيقتل بدم بارد، ودايما على فكره بتلاقيه منظم ومتعلم، يعني هو خريج حقوق. الحقوق على فكره في فلسفتها هي اسلوب حياه، بتلاقيه دايما منظم ومنهج، عنده مقدمات تؤدي لنهايات، فعارف بيعمل ايه كويس جدا، عارف القانون مش عشان يطبقه ولا عشان يعمل بيه، انما عشان يلتف حوالا منه، عشان يقفز على الاعراف بيه، علشان يتحايل عليه، علشان يخترق المجتمع من خلاله. ومن هنا ظهر شخصية السفاح. ولذلك مش عارفة أستاذ محمد بقى رجع لطبيب نفسي وهو بيكتب المسلسل ولا عمل ايه؟ انا عاجبني جدا جدا كلام دكتور وليد. وهو تقريبا كل الدكتور وليد بيقوله هو متحقق في انت رجعت لدكتور نفسي ولا انا كان معايا دكتور احمد ابو دافا استشاري الطب النفسي، وتقريبا يعني الكلام واحد تماما مع دكتور وليد. وانا هاخد من دكتور وليد كمان فكره ان السفاح بتاعنا انا حبيت اضيف له شويه سمات شخصيه، ان هو شخص غرائزي، يعني هو بيحب الغرائز، بيحب الستات، بيحب الفلوس، بيحب البيوت، بيحب العربيات. فانا ضفت له ملمح ان هو كمان بيحب، اكيد ما دام هو كده هو بيحب الاكل،
فعشان كده رسمت الشخصيه بفكره الاكل اللي هو بيحبه وبيتفنن فيه. فهو زي ما بيتفنن في الجرائم وبيتفنن في القتل وازاي بيقتل وازاي بيدفن وازاي بينتحل الشخصيه وبيبلط فوق اللي هو عمله بشكل رايق جدا وفني جدا، فهو كمان بيعمل ده في الطبخ. فهو طباخ ماهر بينظم الاكل بشكل معين، بيحب انواع معينه من الاكل، فهو شخص غرائزي جدا وماشي ورا ده بشكل حيواني شويه. مع الجانب الثاني ان هو شديد الذكاء وشديد الذكاء العاطفي والذكاء الوجداني اللي هو بيخاطب بيه الشخصيه الضحيه. يعني هو بمجرد ما بيقرر ان الشخص ده هيبقى ضحيه، هو بيشوف هو محتاج ايه، بيخش له من نقاط ضعفه، بيلعب على الحاجات اللي الثاني بيحبها وبيحسسه بنوع من الامان والحمايه، فالثاني بيبقى طول الوقت مش قادر يستغنى عنه. فدي كلها تفاصيل نفسيه طبعا احنا اشتغلنا عليها في المسلسل. مهم جدا ان الواحد وهو بيكتب الشخصيات يا دكتور انه بيرجع للتفاصيل النفسيه، لانه من خلال فهم الدوافع النفسيه نعرف نرسم الشخصيه اللي بنقدمها على الشاشه. اكيد، ولذلك حتى احنا من اهم العلاجات النفسيه اللي عندنا حاجه اسمها السايكو دراما، اللي انا بعالج بالفن، اللي انا بجيب مسلسل زي السفاح بعرضه على الضحيه في بعض الاحيان عشان ادي لها حتى تحصين فكري من اللي جاي واسقط كل مشاعرها السلبيه من خلال الدراما اللي هي بتشوفها. السايكو دراما دي مهمه جدا حتى في العلاج النفسي، ولذلك انا سعدت جدا حتى هو بيضيف حته هي حته علميه ان هو قال لك ده غرائزي شويه. هو فعلا السفاح ثلاث انواع، مش زي ما الناس فاهمه ده سفاح وخلاص. والله ثلاث انواع طبعا، مصنف علميا ثلاث انواع من السفاحين. ايه بقى؟ سفاح اسمه السفاح النوابي اللي هي بتنتابه نوبات. النوبات دي بتكون نوبات غريزيه قوي، يمارسها بقوه قوي، بانفعال قوي، يعقبها بعد اللذه انه يروح يقتل، يعقبها لذه اخرى في القتل. ده السفاح اللي هو النوابي. وفي السفاح السايكوباتي اللي احنا اتكلمنا عنه. البطل بتاعنا في المسلسل هو بالفعل على ارض الواقع والحقيقه هو خليط بين الاثنين، سايكوباتي ونوابي. كوكتيل كمان؟ كوكتيل، لانه كان بيمارس الغريزه والجنس ده على ارض الواقع، ده حقيقي. وثالث نوع بقى السفاح اللي هو الفصامي، دي قصه مختلفه شويه. ايه الفصامي ده؟ الفصامي اللي هو بتنتابه حاله من الفصام عن الواقع، بيعيش حاله مختلفه شويه، حاله عقليه مختلفه شويه، ويرتكب من خلالها الجريمه. الفصامي ممكن يفلت من العقاب، يعني لو اثبت ان هو شخصيه فصاميه او عنده فصام يفلت من العقاب. اما السايكوباتي والنوابي لا، ده نتيجه تنشئه اجتماعيه. يعني بمناسبه برضو الدراما، لقينا ان معظم السفاحين وهم اطفال كانوا بيشوفوا افلام عنف وفيها قتل وفيها سحل ويبقوا مبسوطين، فارتبط عندهم اللذه بالالم، ارتبط عندهم القتل بالشعور بالنشوه، ارتبط عندهم السعاده بمشاهد العنف وإراقة الدماء، فلما كبر بقى سفاح. ولقينا حتى معظمهم وهم اطفال كان الافلام اللي بيشوفوها يا اما عنف مفرط يا اما بيمارس عليهم في البيت عنف مفرط، او جايين من اباء اصلا سايكوباتيين، تلاقيه قاعد مثلا واخد ده مراته بيعه، بيعها الشبكه، واخد ميراثها، بيخونها، متجوز عليها ومش قايل لها، يعني هو اب سايكوباتي والابن شاف دوت فتصرى ليه ان النموذج المثالي للراجل انه يبقى سايكوباتي زيه. وبالتالي يعني التنشئه الاجتماعيه بتفرق طبعا، الفن بيفرق زي ما الاستاذ محمد قال طبعا بيفرق. فشيء جميل ان هم يستعينوا بمتخصصين. ليه؟ لما تشوف العمل الدرامي بتاع الاستاذ محمد اللي هو سفاح الجيزه وترجع الفيلم مثلا زي الاستاذ فؤاد المهندس لما كان بيمارس دور السفاح، كان يعني وفق الجيل بتاعه وفق عصره مع فرق العصور، تلاقيه كان بيعرض باسلوب يعني بسيط قوي، ما تعمقش في الشخصيه، ما طبرش اغوارها، ما دخلش جواها، ما شافش التشكيله بتاعتها. كان كبير قوي العقده النسائيه بتاعته يغنون العتبه جزاز والسلم النايل وفنايل فيصيب الضحيه. طبعا شوفي ما بين هنا وما بين هنا، هنا بقى المرجعيه العلميه، هنا الرؤيه الثقافيه، هنا مراعاه بعد التنشئه الاجتماعيه، هنا السنس والاضافه بتاعت الكاتب اللي اضاف ليها. معانا على التليفون الاستاذ عرفه متولي محامي سفاح الجيزه. استاذ عرفه اهلا بحضرتك معانا. الوضع القانوني دلوقتي ايه لسفاح الجيزه؟ يعني باقي له كام درجه من درجات التقاضي؟ وعندي برضو يعني فضول اعرف من حضرتك بعد كل المعلومات اللي يعني موجودة دلوقتي لينا عن سفاح الجيزة، ازاي قررت ووافقت انك انت تبقى المحامي بتاعه؟ اولا مساء الخير، وثانيا انا قبلت القضية دي بعد ثالث حكم صدر لي. شرفتني هنا والدته مشكورة، ست كبيرة وتناهز من العمر عتية، والناس اللي هم الطيبين المحترمين زي اهلنا بتوع زمان
مش زي مصورينها، هي وعمته منقبه وجم وطلبوا مني ابني بنفس اللفظ، ابني تعبان يا استاذ عرفه ومفيش المحامي، محدش منهم، كله جاي بيترافع، مفيش طلبات، مفيش اي حاجه، فاحنا بنستنجد بيك. قلت لها طب انا في طلب مني، انا هاخد القضيه دي على اساس واحد، هل هو مسؤول عن اعماله ولا لا؟ انت بتقول ان هو مريض وحالته النفسيه والوضع كذا، انا هطلب من المحكمه مشكوره انها تحوله الى مستشفى الامراض النفسيه والعصبيه لبيان قواه العقليه، مدى سلامه قواه العقليه. اذا جه التقرير ان هو مسؤول عن اعماله فهضطر اسفا ان انا اتنحى عن هذه الدعوه. لكن حضرتك دلوقتي موجود، ما بتنحتش. لا تنحيت يا فندم، تنحيت خلاص. تنحيت وسجلت الكلام ده قدام دايره 21 بتاعت سياده المستشار احمد علي يونس، وسجلت اول لما التقرير ورد. ودلوقتي جميع القضايا اللي منظومه دلوقتي في النقض عشان يبت فيها. اما وقعات الدعاوي اللي هو بيقول طبعا، اصل هم انا شفت جزء من مسلسل مصورين والدته بمنظر مش لا يليق بكونها انسانه محترمه. ناس محترمين. انا هل الفعل اللي هو ارتكبه مثلا ابنها هي ما تكونش مسؤوله، ما تظهرش بالمنظر بالموقف ده. ونفس الوضع في بدايه القضيه اما جيت وطلبت من المحكمه، تعرضت لالفاظ يعني السوشيال ميديا والحاجات دي بيحكموا على ظواهر الامور، ما يعرفوش داخليتها ايه، وده اللي ايه الالفاظ يعني تعرضت، قالوا عليك ايه؟ حضرتك انا كنت طالع من الجلسه بعد الطلب ده، معايا انت خدتها ازاي انتوا جيتوا سالتوني ايه اللي حصل. معظم الاعلام او معظم السوشيال ميديا بيحكموا على ظواهر الامور وليس باطنها. حضرتك لما يجي حد بيستعين بيكي وبيستغيث بيكي في جزئيه معينه بتقفي جنبه لغرض معين، واذا ثبت عكس الكلام اللي هو بيقوله فمن حقك ان انت ترجع عن هذا الكلام. نعم معايا. انت رايك، انت شخصيا رايك ايه في السفاح؟ الراي الشخصي ما يعني انا ده رايي، وانا والكلام اللي انا بقوله يا جدعان ده الراي اللي انا شفته، واللي عايز يتكلم يجي يشوف. الانسان ده في طبيعته كان ناجح في شغله، بمعنى ان هو كان في بدايه الامر فاتح مكتبتين وطلب ناس يشتغلوا معاه، ده بدايه الامر في اول الواقعه. جت نادين واختها اشتغلوا معاه، ربطته علاقه بنادين وجاء هيخطب اختها، حصل طبعا مشاده ما بينها ازاي تتجوز اختي وانا لا، قام بقتلها ودفنها وحطها في الثلاجه لمده اسبوع والفريزر. تاني الامر اللي هو صاحبه رضا، فكان الراجل ده بيمتاز بالهدوء وسمعته ما بين الناس كويسه وناجح في شغله ودماغه بالفكر، الافعال اللي هو بيفعلها كان هادي قوي الطبع ورويته. حتى في المحكمه ذات نفسها اما بيصدر حكم عليه بالاعدام او اثناء المرافعه ما كانش بيقوم باي افعال استفزازيه، كان هادي جدا، اكن هذا الامر متوقعه او هو راضي بالامر اللي هيحصل له ان دي اخرتها. فكان يعني محتاجين فعلا ان الشخصيه دي تتحلل نفسيا، فكان لزاما بامانه ان هو ياخدوا فتره كمان في تحليل الشخصيه والدوافع اللي عليها، ان الدوافع كمان مش موجوده، مش والدته وحش او والده وحش او لا، الكلام ده هو اللي مسؤول عنه. ورغم ذلك المجني عليهم في مساهمه. ما احنا ما نقولش يا استاذه انجي ان الغلط مني انا، انت حضرتك بتكلميني ازيك يا استاذ عارفه، اقول لي الله يسلمك، فكل فعل ليه رد فعل. اشكر حضرتك استاذ عرفه متولي اللي كان محامي سفاح الجيزه، تعليقك ايه على كلامه؟ هو انا عايز بس اوضح جزئيه مهمه، ان هو ربط شويه ما بين ام السفاح الحقيقي والام اللي موجوده في المسلسل. النقطه دي دايما انا بحب اوضحها، ان انا متعاطف تماما مع الاسره الحقيقيه لسفاح الجيزه الحقيقي، وشايف ان دول ناس بريئين ما لهمش اي ذنب في حاجه، بل بالعكس انا متعاطف معاهم. الناس دول صحيوا الصبح فجاه في مره اكتشفوا ان ابنهم مرتكب هذه الجرائم. فأنا في المسلسل ما بدينش أبدا أسرة السفاح الحقيقية خالص، بالعكس أنا متعاطف معاهم. ولكن ده هيرجعنا تاني لفكرة يعني إيه بنكتب مسلسل. بنكتب مسلسل مستوحى عن أحداث حقيقية، مش معناه إن أنا بعمل ترجمة للأحداث الحقيقية ولا بعمل مسلسل توثيقي أو تسجيلي عن الحاجات اللي حصلت في الواقع.
لا هو الموضوع مش كده، الموضوع ان انا اطلعت على كل الملفات بتاعت الموضوع الحقيقي، وبعدين مع بداية كتابة اول سطر كل ده اتنحى جانبا، وبقيت بتعامل مع مسلسل اللي هو عمل بالكامل من خيال المؤلف. مش ان انا بتهم حد او ببرأ حد، او المسلسل مش ده مش دوره، المسلسل مجرد عمل فني بالكامل كله من خيال المؤلف مستند الى بعض الاحداث الحقيقيه، لكن انا ما عنديش فكره الترجمه ان الام هنا في الحقيقه كويسه ففي المسلسل وحشه فانا كده بدين الام الحقيقيه. بالعكس، كامل الاحترام لاسره السفاح وكامل التعاطف معاهم. كمان انا عايز ارجع للنقطه اللي الاستاذ المحامي قالها، انه انا حاسس ان هو يعني كان متضايق شويه ان هو بيدافع عنه وبعدين تنحى. انا طول الوقت بشوف ان اي متهم هو من حقه الانساني الكامل ان يكون ليه محامي بيدافع عنه، وان المحامي ده شخص بيمارس مهنته الطبيعيه. حتى لو كان سفاح ايا كان، يعني ما هو السفاح ده ممكن يكون مظلوم وبعد كده المحامي الشاطر يكتشف ان الشخص ده مش هو اللي عمل الجرائم. فلو ما فيش محامي بيدافع عن كل متهم فبالتالي ممكن يحصل ظلم كتير جدا. عشان كده في مهنه المحامي وفي حق اي متهم في ان هو يكون ليه محامي. فانا شايف ان يعني من حق السفاح طبعا انه يكون ليه محامي، وان القضاء ياخد مجراه وفي الاخر يتم ادانته، فبالتالي كل حد قام بدوره. ما فيش فكرة ان احنا بنلوم محامي على ان هو بيدافع عن متهم، ده شغله. ارقام المسلسل، ارقام المشاهدات يعني عملت ارقام خيالية، يمكن فائت جعفر العمدة، كنتوا متوقعين ده؟ هو الحمد لله طبعا رب العالمين على الارقام وعلى كل حاجة. وماشي يعني مش عارف احنا ليه لازم نقارن بجعفر العمدة تحديدا. هو كان اعلى ارقام بعد رمضان اللي فات يعني، اوكي، لكن بس مش تحديدا لسبب من الاسباب، لكن السوشيال ميديا والارقام بتاعت المشاهدات كان اسم جعفر العمدة يعني هو المتصدر كترند نمبر 1. دلوقتي لقينا انه يعني سفاح الجيزة بيناطح وبيعلو. هو الحمد لله احنا دلوقتي نعتبر اعلى من كل الحاجات في على السوشيال ميديا وعلى التواجد حتى في الشارع وكل حاجه. وهو انا اللي بحبه طول الوقت في الموضوع بتاعنا بتاع مسلسلنا ان ده مش مدفوع الاجر، ودي نقطه مهمه جدا. يعني ايه؟ يعني احنا مش مشترين ترندات، احنا يعني الترندات دي يعني ليها اسعار معروفه وليها بورصه طبعاً معروفه طبعاً وعدد ايام معين عشان يبقى الواحد ترند، والترند ده سعره كذا وتبقى رقم كام يعني. الترند بفلوس فمسلسلات رمضان في العاده بيبقى ده مدفوع. الا لو حاجه طبعا الناس حبتها بشكل حقيقي وحصل ده معاها. فانا بحب في مسلسلنا الحمد لله ان ده حاصل بشكل طبيعي جدا، مش مدفوع فيه اي فلوس، مش مصنوع. يعني ده الحمد لله حقيقي مع الناس في الشارع وفي البيوت، وده انا بعتبره الحمد لله النجاح الحقيقي. دكتور وليد، يعني موضوع سفاح الجيزه هو عامل قلق في الفتره الاخيره. صحيح. ايه عاوز تقول ايه؟ انا بس بأيد حاجه قبل ما اسال. يلا، يعني انا اول واحد في مصر يحلل سفاح الجيزه من اول ما اكتشفوا الجريمه. يعني لو رجعت لجوجل تكتب الدكتور وليد هندي سفاح الجيزه. تمام كده. طب تعالي بعد المسلسل النهارده مع سيادتك، يوم الجمعة جاي لي دعوة من قناة لبنان، يوم الحد في الإمارات، كل ده عشان المسلسل. يعني شوف ترند المسلسل وصل بينا لفين. يعني وترند حقيقي. اللي أنا كاتب فيه من سنتين ثلاثة ومحدش حس، واخد بال سيادتك؟ إنما قد إيه أهو العمل الفني برز القصة، وبناءً عليها الدنيا اختلفت خالص. ففعلا ترند واقعي، ترند على دراعه مش مدفوع. بالزبط. وده حقيقي، مين اللي يلمسه؟ بالزبط. احنا التحليلات بقت تجيلنا بأي شكل من الاشكال. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه بس رد على الاستاذ المحامي، هو اكد اللي احنا بنقوله، هو اكد ان هو ما عندوش مرض نفسي، انما هو فسره نفسيا. قال لي كان ناجح في حياته، كان عنده مشاريعه، كان حلو مع الاسره، لحد الحكم ما اتقال كان عنده ثبات انفعالي. ما هي دي شخصيه السفاح، مختلف عن القاتل، انه قاعد عنده ثبات انفعالي، متزن، عارف بيعمل ايه كويس جدا، كل افعاله مدبره مخططه ممنهجه، ما بيكتشفش امره بسهوله لانه ما بيسيبش ثغره. فهو ان هو بيؤكد على ادانته وعلى التفسير النفسي للشخصيه بتاعته. مزبوط. ولكن اشار لحته خطيره جدا، قال انا بطلب انه يدخل المستشفى علشان نشوف عنده مرض عقلي مسيطر على افعاله ولا لا. مع احترامي لثغره في القانون. ليه بقى يا فندم؟ لان لازم نوع المرض يتماشى مع نوع ارتكاب الجريمه. بمعنى بتجيلي حاله عندها عقدة عطيل، ايه عقدة عطيل؟ دي الغيرة المرضية. فبيخش على المدام بتاعته، حد عمل لها لايك، عمل لها لاف، فشاف ان في مشكلة كبيرة جدا، ضخم منها قوي، ممكن يقتلها، نتيجة ان هو عنده عقدة عطيل. يبقى لو دخل المستشفى
وعملوا له فحص كلينيكال في 45 يوم وقالوا الراجل ده عنده عقده عطيل او متعاطي المخدرات فمعمقه عنده العقده قوي فموت مراته يطلع براءه نتيجه ان هو مصاب بمرض عقلي معين او نفسي. نعم. طب لو قتل زميله في الشغل او قتل اخوه باختلاف المراس عشان اختلف معاه على المراس ايه ذنبه عطيل في القصه؟ ايه دخله عطيل؟ مش غيره مرضيه. يبقى ان هو لازم نوع المرض اللي موجود اللي هيتقال في التقرير يتماشى مع نوع ارتكاب الجريمه والا يبقى تحايل على القانون والا يبقى ثغره في القانون لان للاسف الشديد بتطلع التقارير احيانا ان ده عنده مرض عقلي وما يقولوش ايه هو المرض ولو قال قد يكون المرض فصام مثلا والجريمه المرتكبه ملهاش علاقه بالفصام فبعض الناس بتتاجر بمرضها في سبيل ان هي تفلت من العقاب بارتكاب الجرائم وزي ما قال الاستاذ ان حق القانوني والشرعي والدستوري لاي مواطن ان يبقى ليه محامي ولكن المحامي عنده برضه ميثاق شرف اخلاقي لازم يبقى عارف هو بيعمل ايه بيطلع واحد من قضيه على حساب دم ابرياء ولا بيمارس الحق القانوني في ضوء معايير ميثاق الشرف الاخلاقي فده جزء مهم قوي. استاذ محمد لاي مدى انت خدت القصه الواقعيه هي الاساس ولاي مدى انت يعني اضفت من الدراما والبهاريز زي ما بيقولوا والبهارات يعني عملت زي لاي مدى في قصه حقيقيه؟ هو في قصه حقيقيه طبعا بس مش ضروري مستوحاه من قصه مش حقيقيه مش ضروري تكون القصه دي يعني كامله كلها انا نقلتها يعني اضفت قد ايه من الحياة؟ انا اضفت وكمان مش بس السفاح بتاعنا هو انا عشان اكتب سفاح الجيزه انا درست سيكولوجيه السفاح بشكل عام السفاح في العالم لقيت مثلا ان السفاحين طول الوقت بيبقى عندهم حاجه اسمها توقيع السفاح ان هو لما بيعمل بيبقى عنده التاتش نمط بتاعه التاتش بتاعه بحيث ان لو عمل 100 جريمه هو في تاتش معين في كل الجرائم بيربط ما بينه بحيث يبقى كانه هو بيعمل عمل فني فزي ما حد بيرسم لوحه كده وبيوقع عليها فهو دايما بيبقى السفاح عنده التوقيع ده فمثلا السفاح بتاعنا ما كانش ده واضح فيه قوي فانا خدت ده من سفاحين تانيين مش ضروري يكونوا مصريين فهو الموضوع في الاخر كان عباره عن ميكس كبير جدا ما بين كل الحاجات اللي انا درستها وذاكرتها في شخصيات السفاحين واحداثهم وفي الضحايا سواء بتوعنا او بره وفي الاخر كل ده اتركن على جنب وقت الكتابه عشان ما يبقاش انا بعمل عمل تسجيلي وكتبت خيال كامل من اول المسلسل لحد اخره فعشان كده ممكن يبدو لبعض الناس ان لا هو ده ما كانش حاصل احنا عيلتنا مش كده ما كانتش بتاكل احنا القصه إيه. مستوحاه بالظبط من قصه ولكن سفاح الجيزه لكن هو مش خيال المؤلف. مش اصله هو مش فيلم تسجيلي بالظبط بالظبط دي دراما بالظبط انت قلت لي انه يعني الموضوع اتبنى على ايد احمد من الاول مظبوط طيب هل فعلا كان في كلام مع احمد مكي برضو في الموضوع ده؟ لا لا اطلاقا 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 خالص اشعاعي اول مره اسمع الكلام ده اول مره مفيش احمد مكي من الاول لا لا خالص هو احمد فهمي هو انا اللي سامعه دلوقتي ان احتمال في كذا ممثل يعمل في نفس الاتجاه اللي هو جرائم واقعيه ويبدا يحولوها لمسلسلات قصيره او حاجه زي كده فانا شايف ان ده برضو من ضمن النجاح واستغلال النجاح ان هيبدا كذا ممثل يتجه في الاتجاه ده فتمام يمكن احمد مكي يعمل سفاح جديد كان في خبر كده ما اعرفش مدى صحته ان هو هيعمل توربيني الاطفال ده او حاجه ما اعرفش مدى صحه ده بس انا شفته في وسط الاخبار الحقيقه يعني مش عارفه يعني موضوع شيق وشائق وشائك وكلام كتير بيتقال فيه ولكن خلينا نتابع المسلسل ناقصته كام حلقه؟ اربع حلقات في هم ثمان حلقات اتعرض اربعه ولسه اربعه في اي في اي حاجات كتير جدا في جداً. اي حاجات عايز تقولها لنا طيب؟ لا ما اقدرش اقول طبعا مفيش عايز تقول لنا اي حاجه كده؟ ما اقدرش ولا حاجه خالص؟ لا هحرق كده فخلينا نستمتع بيه حلقه بكره طيب ما مش هحرق بقى مش اي حاجه مقدرش ناقص اربع حلقات من الحلقات طيب انا عايزه بس قبل ما اختم دكتور وليد ازاي ممكن اعرف او اتنبأ ان اللي قدامي ده سفاح بص يا مدام ايدجي احنا اهالينا زمان قالوا اللي داخل البيت يا حاسد يا فاسد فيا ريت نخلي بالنا والاسوأ من دخول البيت اللي احنا نطلع البيت بره يعني بصفحاتنا على السوشيال ميديا مخليه بيوتنا من غير جدران ومن غير ابواب والناس شايفانا كويس قوي فسهل جدا يتم اصطيادنا من قبل كل واحد بقى يطلع عابس يطلع حاسد يطلع فاسد يطلع سفاح يطلع سفاح بيرق الدماء او سفاح عاطفي يرق المشاعر احدهما او كلاهما
فنخلي بالنا قوي ان اي حد، انا شخصيا لما اي حد بيدخل لي عزب الحديث وواجهه جميله وبيحتويني ويحسسني بقلق. انا بقيت اقلق بالكلام ده، ببقى قاعد مستني التركه. ايوه مستنيه، ولكن انا مستني الحاحه فين من الاخر كده. يعني لما الاقي بيعاملني وكانه امينه رزق في فيلم المولد اللي لقيت بنبعد 20 سنه اقلق على طول. طبعا بنقلق، اي حاجه خارج السياق لازم تقلقك. عارف اللي هو الامريكان بيقولوها too good to be true. بالظبط بالظبط. فيبقى تيك كير، يبقى تخلي بالك، ومطرح ما تامن خون. يعني خلي دايما حد بينك وبين الاخر، الصديق صديق والزميل زميل والحبيب حبيب والقريب قريب الى اخر الكلام ده. ومفيش حاجه اسمها اصلك ده كان زميلي في الجامعه وكان كويس، لا، في جامعات مرجعيه شكلته وفي حياه شكلته. انا حتى انا بيني وبين اخواتي بعد 20 سنه طالع من بيتنا من 20 سنه اخواتي الاثنين مش هم وانا مش انا، اختلفنا. جرت في النهر مياه كثيرة. أشكركم شكرا جزيلا، نورتوني في مصر جديدة. أستاذ محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل صفيح الجيزة، والدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية. الواحد يا جماعة ما بقاش عارف يثق في مين وما يثقش في مين. ثقتك لا تضعها إلا في من يستحق. مع أول شمة تشم يعني أنه في احتمال أنه هو ما يبقاش محل ثقة، ركز، علشان يعني بيبقى فيه إشارات بتبين. ركز. وبيقول لك في مثل شعبي مصري بيعجبني قوي، يقول لك اللي بيصعب عليك يفقرك. بتبقى أنت شاكك ومش واثق ومش عايز تعمل مشكلة علشان حرام صعبان عليا. لا، اللي بيصعب عليك يفقرك. أشكركم شكرا جزيلا، بكرة مصر جديدة إن شاء الله.